بسم الله. دلوقتي ان شاء الله نرسم مع بعض ولكم مثلا زهرية بشكل بسيط. هقول له مثلا الاول انا محتاج ان انا احدد النص القطر بتاع الدايرة، فهقول له نمبر سلايد. انا محتاج مثلا عشان يبقى شكلها حلو قول 5 مثلا بالشكل دوت. ابدا اقول له ارسم لي بقى الدايره، فاقول له انا عايز سيركل باي بوينت. هقول له مثلا دي درجة الصحوات. انا محتاج كم دايره؟ محتاج 4 مثلا. وبعد كده اقول له جيومتري ترانسليت عشان اوصل بينهم. طيب هقول له خد دوت الجيومتري بتاعتك دي جيومتري. وبعد كده هقول له مثلا عايز 2 كمان. دي بقى انا مخليها للزد، مخليها للزد، فهقول له ده الزد بتاعها الكومه دي كلها. عايز اقول له بقى ان دي مثلا 0.7 من دي، فعشان كده هقول له انا عايز كود بلوك ده اقدر اكتب فيه اي معادله انا عايزها. هقول له مثلا الاكس هتساوي اكس في بوينت 7 0.7. طيب هقول له ده الاكس بتاعك وده هيبقى الزد دوت. تمام. طيب بعد كده هقول له كوبي بيست، خلي دي بقى 3، اقول له ده يبقى الزد بتاعك. تمام. طيب بدأ شكل هو يتكون، بس عايز ايه اوصل بينه، فهقول له انا عايز ليست كرييت. الليست كرييت انا دلوقتي عندي كام عنصر؟ عندي الدايره ديت وعندي النقله ديت، فهقول له عايز 4 عناصر. ده اول عنصر، ده تاني عنصر، ده تالت عنصر، ده رابع عنصر. تمام. طيب هقول له بعد كده سيرفيس باي لوفت، ابدأ اعمل لي شكل السيرفيس. تمام. الشكل اهو اتكون، اقدر اصغر فيه واعدل فيه زي ما انا عايز لحد ما يطلع الشكل اللي انا عايزه.